السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ بعدا كنتمنى لكم عطله سعيده الوليدات ديالكم. بمناسبه هذه العطله هذه، انا فيما كتكون شي عطله صغيره كنستغلها باش كنجي للاطلس طبيعه الحال العروبيه ديالنا ديال بلادي اللي هي خنافره. دونك انا تعجبني العروبيه بزاف، نجي ليها كنرتاح فيها، كنبعد داك الصداع ديال المدينه كامل. وبصحتكم انتم العطله كاع اللي عيسافر ولا اللي ما عيسافر. وبالضبط كنجي لاقليم خنيفره اللي هي سميتها مريرت. هاد المدينه هادي ما معروفاش بزاف، وهي مدينه زوينه، يعني كدوزي فين كتكون الناس اللي كيمشيو لعين ام الربيع ضروري ما كيدوزو على هاد مدينه مريرت. جات ما بين مكناس وخنيفره، اولا نقول لك جات ما بين ازرو، يعني ملي جيتي من جهه افران هي راه جات ما بين ازرو وخنيفره. دونك تما فين كنمشي انا، تما فين كاين العائله ديالي وجدودي هادي الطريق ديال الأطراروش. الشتا كطيح، الشتيوة زوينة، خيرات ديال سيدي ربي الحمد لله عليها، الله عطانا على قد الله على خيرات. الشتا فهاد العطلة زوينة. صباح الخير، صباح النور، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم نهار الاول ديالي في العروبيه بمناسبه هاد العطله هادي. اش نقول لكم؟ الهواء ديالها نقي بزاف وزوينه، هادشي باش كتعجبني انايا. ولو كالم، هانتوما سمعوا السكات، كتسمعوا الصوت ديال البقره هو اللي كيتسمع. المهم انا العروبيه من العشاق ديالها، كتعجبني بزاف. حتى ولدي ملي تنجيبو هنا والزوج ديالي تعجبهم الحال، كنلقاو راحتنا. التصحيحه ديالنا كتكون مزيانه، المدينه راكم عارفين لو ستريس ديك، وهذا هنا لا كتنوضي اون فورم، كتنعسي عاوتاني بخير وعلى خير. الماكله ديالها طبيعيه، يعني كتشوفي بطاطا ولا مطيشه ولا داك، يعني كتقطع من البحيره ديالهم كما تيقولوا ليها، يعني كتاكلي داكشي بيو كما كيقولوا. بصراحه اش نقول لكم، ما كاين ما احسن من العروبيه بصراحه، زعما فريمون ما كاين ما احسن من العروبيه. ها انتم شوفوا الغنيمات كي دايرين، تما زويونين. يعني شنو نقول لكم، انا فرحانه بزاف ملي كنجي هنايا والجو زوين عندكم. بحال دابا مثلا هاد الغنيمات، هذا اللحم ديالهم زوين بزاف. شوفوا شوفوا هادي، شوفوا هادي كي تابعت انا، شي شحال زوينه زوينه عندك. بحال دابا مثلا اللحم ديالهم بنين حلو، كتحسي بانك كتاكلي شي حاجه اللي هي طبيعيه، ماشي بحال اللحم ديال المدينه. يعني على حسب الماكله، بحال دابا هنا كياكلوا الربيع تياكلوا ماكله زوينه، يعني حتى الا كليتي كتعرفي راسك شنو كليتي. عندك مثلا عاوتاني الدجاج، الدجاج حتى هو دجاج بلدي بطبيعه الحال، الحمى ديالو زوينه، علاش؟ حتى هو كياكل غير من الربيع، من هادشي اللي كله طبيعي، ما كيعطيوش داك المواد لي برودوي كيميك. البيض ديالهم من بلدي زوين بزاف. شتي دابا انا هنايا من كندير البيض البلدي من هنا وكناخذ البيض البلدي ديال المدينه، راه حتى علاقه. البيض البلدي المدينه ما كنعرفش انا كيفاش كيصايبوا داك البيض، هنا البيض البلدي ديالهم حلو، حتى داك المح ديالو كتلقاي اورانج، يعني غادي الحموريه، يعني كتحسي براسك بانك بصح كتاكلي شي حاجه بيو 100%. كان هذا النهار الاول ديالي في العربيه، كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا كما انا استمتعت به، والى فيديو اخر ان شاء الله.